معالي الوزير، سيادتك اشرت الرقم مليار وشويه، ده انفاق على بطولات في قد ايه ولا اعداد؟ المنتخبات لباريس. احنا بعد ما خلصنا طوكيو على طول، اللجنه العلميه واللجنه التخطيطيه مع اللجنه الاولمبيه مع الاتحادات الرياضيه، رياضه بتناقش برنامجها التدريبي والخطط بتاعتها والمنافسات التاهيليه. نعم. دي كلها يعني ارقامها ادت الى هذا الرقم. ده غير البعثات لما هتيجي تسافر البعثه الاولمبيه تحتاج فلوس ثانيه. نعم. مش اقل من 40 مليون يعني سفر بس. دي كلها احنا متكفلين بيه يعني كوزاره شباب ودوله مصريه. نعم. خطه بلان ماشي يعني، مش اذا يعني لما بتشوف دلوقتي حضرتك بتقول ايه، في اللاعب يعني في لعبه كذا هو تاهل للاولمبياد، معناه ان هو لعب بطوله عالم او بطوله افريقيه مؤهله. والبطوله دي يعني في دوله معينه، ما هو البعثه هتسافر والسفر ده بتكاليف ماليه والاعداد للسفر دوت. نعم. علشان التاهيل، ويبدا بعد كده برنامجه الاولمبي، او في بعض الالعاب بالتصنيف فرانك يعني يلعب 10 بطولات يجمع نقط او النقاط بتاعتها، وبعد كده يعني لما يجمع النقاط يبقى مؤهل. نعم. فدي كلها يعني حدود فنيه احنا بنكون متابعينها من خلال يعني رؤيتنا واستعداداتنا وتخطيطنا. بعد كده ممكن ما نلاقيش حد بيشتكي انه مش لاقي فلوس او مش لاقي مرتب ومش لاقي مكافاه بعد كلام سياده الرئيس النهارده وتوجيهات سيادته؟ بص يا فندم، احنا يعني احنا هنبدا الخساره الجو. واكيد يعني ان شاء الله ما يكونش الكلام ده، هو دلوقتي حاليا يعني الكلام ده قليل جدا يعني احنا ده على الملأ، لكن ان شاء الله لما يبقى في حاجه كويسه جدا.